اليوم كان عندنا حفل توقيع اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات والفيدرالية الأوروبية للمدارس ولا ميرسيل هي لاسوسيسيون ماروكين لا ريلاسيون كليون. هذه الاتفاقيات شراكة جات في إطار ومواكبة التوجيهات السامية اللي جات في خطاب 20 غشت واللي دعات إلى تطوير قطاع التكوين المهني لجواب على حاجيات سوق الشغل المغربي. دونك هذه الاتفاقية غادي تهم تكوين شباب خريجين باحثين عن الشغل في ميدان تو سكي سونتر دابيل سورتو بالنسبة للغة الفرنسية سيرتيفي باش تسهلوا لهم الولوج وترفع من القابلية ديالهم لولوج سوق الشغل.